المشروع اللي لا ندغي حاليا انا نخدم دغيا قلنا غير ننفذ تواسكا هو قلنا البري فابريكين البنوتيو دغانز اللي سير بلس ان نشوف في غير ما يساهمنا اكثر الميزانيه ديالنا دغيا المشروع اللي لا ندغي ريتشوسي دو بريميتال نشوف الطبيب السكونه دغانز تتني تاد لي جورجونس فاللي هي ماشي تقيمه من اللي تدي جورجونس هذا سن بنو الى ودغي يطوي بالرياض نغاس تحبروا يا جماعه 20 دوس اللي جونا درت شي خطه تكني يا جماعه نغاس نشاو دغي زغن نضغط في تيجور على حنا تفضي تيجور زغن ديك نغاس نبروبوزي الشراكه مع مدير مع المدرسه نصغروا ثلاثه درنا هي تدي جاستيت باش نديروا داني صديكس ولا لا سي عفوا انا نفكر يقول له بيت داني بنونا هذا كان مشروع نظري هو اوان بنو علاش لان اصلا شروط المركز الصحي ديال التراخ من اللي زي دخ داز لا في المسلسي المسلسي تحصيه الفرسي ونغوري الشروط نخلق المركز الصحي دخلنا التينيخ من تنيخ تينيخ صاروا فيه 25 الف نسمه في الجامعات تلاو نقوليش 23600 و 761 نغوري لا زايد غادي غير منطق افادت تقنع السلطه المركزيه هذا ختيمه المركز الصحي سالت اي دري غير تاز نغيدو ياسك يجاوبني في الفندق ديال ورش ورش الشروط المطلوبه اللي خلق المركز الصحي لا ولكن تسبق كثير احداث نزلات الا غريت مصاصي لا ولا ولا غريت 50 50 في نسمه اي خصو غريت الدول ديالنا الشرط ديال خلق مستشفى اخذها احنا حبينا كي مشروعنا البرنامج اخذها هو اللي كيدير خذوا لي 70000 نسمه نحاول ما يمكن غير بني نستغل وجودنا نبون نحاس الا غوش لو بوينت شركه منتجه شركه تغير تساهم ولدت من السلمه ديالنا ديال الاصل من السلمه ديال شي امام متيتين من السلمه ديال المديرين مديرين خطر غوش لو بوا نان غير المرسل المرسل سن هذا داوين التمويله وين هذا قبول البرنامج قبول المشروع المستشفى الكبير في منطقه ادنى